حلاوة والشياكة لسه دي. بسم الله ما شاء الله. انتي قمر. منورة يا لارا، منورة يا حبيبتي. الشعر الجميل ده معاها مايك ده شعرها، مش محتاج حاجة. قمر وشعرها جميل بسم الله ما شاء الله. سنة كام؟ برايمري 2. برايمري 2 سنة تانية ابتدائي. نسيتي دي رايحة برايمري 2 ولا خلصتي برايمري 2؟ رايحة برايمري 2 ان شاء الله. طب سؤال، انتي بتروحي بشعرك كده؟ انا مستنيكي هناك. ها؟ بروح. بتروحي ومسايباه ولا لماه؟ ساعات كده وساعات كده. وماما بتوافق ان انت تسيبيه؟ عادي، والمدرسه بيقف. على فكره شعرك حلو جدا. جميل. طب ما فيش مره رحتي قلتي لماما انا عايزاه يكون ليس اللي هو ستريت كده؟ بقول كذا مره. كذا مره؟ كذا مره. وبتعمله لك ولا لا؟ زمان عملته لي مره، كنت بطلب زمان. وانت بتحبيه اكتر ستريت ولا بتحبيه اكتر كيرلي؟ انا بحب الكيرلي اكتر. برافو. لازم عليك. نحب نفسنا ونحب شعرنا زي ما عليك. هو جميل عليك. انت قمر يعني عسل. انت بسم الله ما شاء الله. مبسوطه ازاي يا لارا؟ يا عسل انت. تعملي ايه بقى يا خلود؟ احنا دلوقتي بنعمل 2 بان علشان دي هتكون اسهل حاجه ليها الصبح لو مامي هتكون مستعجله، في نفس الوقت هتكون ستايل جدا. هنعرف بقى منها بعد ما تخلصي هل ماما عملت لها التسريحه دي قبل كده ولا لا. عملنا التسريحه دي قبل كده يا لارا؟ لا. اول ما اللي انت بتعمليه الصبح في المدرسه يا لارا؟ أنا ناسة. بترفع شعرها بونيتيل فوق وكون بس نازل. ده اسمه أناناسة؟ يعني بونيتيل طويل وعامل كده، ده اللي اسمه أناناسة؟ بس ما بتعمليش غير كده؟ ليه يا ماما بقى؟ ماما اسمها إيه؟ رنا. ليه يا رنا بقى؟ ما تعملي تسريحات للارا، أنت بتبقي عايزة تسريحات. يعني شعرها يكون في تسريحات. عشان بيبقى الجو. اهتمي بلارا، اهتمي بلارا. الجو. مش هي جاية لفها له، عاملها له أناناسة. الجو بيبقى حر وما فيش تكييف في المدرسه. اوكي. طب وانت بتكوني عايزه تسريحات تانية عشان الجو حر ولا عشان ماما متاخره؟ عشان الاثنين. الاثنين. خليها في وسط العصايه من النص. حلو. الاناناسه اللي فوق دي جميله اهو. على فكره الامهات كتير ممكن واحده كانتلوب واحده اناناسه دي ولا ايه؟ الامهات كتير ممكن تكون مش واخده باله منها بالها منه ان نفسيه الطفل وهو رايح لو عامل تسريحه حلوه تحصيله الدراسي ممكن يفرق. اعلى طبعا. اقباله على اليوم واقباله على المدرسه سعيده كده اللي هيبقى مبسوط. بس انا برضو بعمل تسريحات كتير عشان اصلا موديل فاشن اصلا. بس انت جامده بقى يا لارا، ده انت جامده بسم الله ما شاء الله. بس مش ايام المدرسه تعمل لوحدك ولا حد بيساعدك؟ ايام المدرسه يا مامتي اللي بتعمله لي، بس انا بعرف الم اناناس. برافو. لوحدك؟ ها، دي تسريحه ممكن تنفع معاها وهي رايحه المدرسه، هيكون شكلها حلو جدا ومرتب، وفي نفس الوقت هي لما شعرها لا يكون حاسه بحر ولا هيضايقها. المرتب ده يا خلود؟ ده كده مرتب. مش كده نازل كده من هنا ما نلمش. أيوة. كده شويه. لا لازم. عادي. ايوه ان هو يكون كده في حركه. المرتب ده. لا لا عجباكي؟ انت مش هتشوف. لازم تكون كده. عملت بن من هنا ومن هنا. وريها كده يا شيف. بص اديها كده تبص. ايه رايك؟ حلوه جدا. حلوه جدا. عجباكي؟ اكتر تسريحه عجبتني لغايه دلوقتي. والاثنين اللي نازلين الخصلتين دول عجبوكي؟ ايوه. لازم نكون منزلين حاجه من هنا. طيب من هنا. انا محتاره بقى في كده كده سر البنات الصغننين اللي في سنها وسن ريماس، الخصلتين اللي نازلين دول دي موضه عالميه ولا ايه السر في الخصلتين؟ هي بتكون حابه شكلها ان هي بتدي الشكل الفيس بتاعها حاجه حلوه. بس ما تحاولش ان احنا ممكن نبقى شايلينها. لا دي حاجه خفيفه، خصله وخصاصه. عايزاهم ولا نشيلهم؟ عايزاهم. عايزاهم. تحب البنات الحاجات دي.